العالم يستيقظ على خبر مرعب، تفجير برجي التجارة في 11 من سبتمبر عام 2001. باراك أوباما أول رئيس أسمر يحتل سدة الرئاسة الأمريكية في تاريخ الولايات المتحدة. ظهور تنظيم داعش الإرهابي والخوف يعم العالم. منظمة الصحة العالمية تعلن أن كورونا هو وباء عالمي. أحداث عالمية هزت العالم وأثارت الرعب في نفوس الجميع، لا لأنها حصلت بل لأنها تحققت بعد أن توقعتها عجوز أمية. والمرعب أن جعبة هذه العجوز مليئة بأحداث مأساوية أكثر سنشهدها في النصف الثاني من العام 2020. اليوم سنتحدث عن العرافة البلغارية العمياء بابا فانغا. نوستراداموس، إدغار كيس، ليلى عبد اللطيف، ميشيل حايك، أسماء أشهر من أن تعرف لعرافين شغلوا العالم بتوقعاتهم، ولكن هناك اسم واحد لضريرة لم تعد بيننا. ما زال اسمها يتصدر محرك البحث جوجل لما توقعته من أحداث مأساوية سيشهدها العالم، منها ما حصل بالفعل، آخرها انتشار فيروس كورونا الذي أشارت إليه قبل مماتها ولفتت إلى أن فيروساً سيضرب العالم في 2020. من هنا بات الجميع يبحث عبر جوجل عن اسمها وتوقعاتها للأيام المقبلة، ما حولها إلى حديث الساعة ووسائل الإعلام، الأمر الذي دفعنا إلى تسليط الضوء على هذه الشخصية الجدلية. مع العلم أعزائي أننا على يقين تام بأن علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى فقط. إنها العرافة البلغارية فانفيليا بانديفا غوشتيروفا، المعروفة بالجدة فانغا. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قنواتنا الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، وتراسلوني على حسابات الشخصية في إنستغرام وفيسبوك لطرح أي معلومة أو تعليق. في هذه الحلقة سأتحدث عن من هي العرافة الضريرة؟ أبرز توقعاتها التي حصلت بالفعل، توقعاتها المستقبلية وانتهاء الكون بأسره. بعد فيروس كورونا، ماذا يخبئ عام 2020 لنا بحسب العرافة بابا فانغا؟ وأخيراً، مصدر معلوماتها وتوقعاتها التي شغلت رؤساء العالم. فانجيليا بانديفيا غوشتيروفا سيدة بلغارية عرفت باسم العرافة الضريرة أو بابا فانغا، وحتى باسم نوستراداموس دول البلقان، وذلك لأن 80% تقريباً من توقعاتها قد حصلت بالفعل، حتى أكثرها غرابة ومأساوية. ثلاثة أمور مثيرة للاهتمام في قصة بابا فانغا: الأول أنها سيدة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تشاهد التلفاز، اكتسبت موهبة العرافة إن صح التعبير بعد تعرضها لحادث أليم تسبب في فقدانها البصر. الأمر الثاني، توقعت أحداثاً ستحصل بعد عشرات السنوات وصولاً إلى نهاية عمر الأرض والبشرية على حد تعبيرها، بحيث حصل العديد منها بعد موتها بالفعل. الأمر الثالث، ما يقال عن قدرتها على شفاء الناس. ولدت فانجيليا في العام 1911 لعائلة فقيرة تكسب قوتها اليومي عن طريق الزراعة. عاشت فانجيليا طفولة طبيعية ما بين الحقل واللعب مع رفاقها وإخوتها، وكباقي العائلات الفقيرة حرمت الطفلة من دخول المدارس والتحصيل العلمي، فنشأت تجهل القراءة والكتابة. في يوم من الأيام عندما كانت في 12 من العمر، خرجت فانجيليا للعب وحصل ما لم يكن في الحسبان. اختفت الشابة لعدة أيام بعد أن ضربت عاصفة هوجاء المنطقة. بحسب الرواية التي سردتها الفتاة بعد العثور عليها، رفعتها الرياح القوية في الهواء، من ثم رمتها بقوة على الأرض، بحيث دخلت الأتربة بكميات كبيرة في عينها، ما تسبب في فقدانها البصر نهائياً منذ ذلك الحين وحتى مماتها في العام 1996 بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 85 عاماً. وقد توقف العالم بأسره عند تصريحين بارزين، وهما
تصريحها الأول بعد العثور عليها الذي كشفت فيه أنها قادرة على شفاء الناس ورؤية المستقبل، وأن أول رؤية لها كانت عندما اختفت لعدة أيام من دون الكشف عنها. أما التصريح الثاني فكان التصريح العلني الأخير الذي قالت فيه أنها ستهب ابنتها موهبتها في تنبؤ المستقبل في وقت لاحق، الأمر الذي لم ينل ضجة كبيرة كون العالم انشغل بتوقعاتها هي. ما هي أبرز توقعات بابا فانغا التي حصلت بالفعل بعد مماتها؟ هناك العديد من التوقعات التي يندرج معظمها تحت خانة الكوارث، سواء كانت حروباً أو كوارث طبيعية. أبرز هذه التنبؤات ما يلي: التوقع الأول، انهيار برجي التجارة، إذ قالت فانغا حرفياً: رعب رعب، سينهار الأخوان الأمريكيان بعد تعرضهما لهجوم من قبل طيور مصفحة. الأمر الذي ترجمه المؤمنون بقدرات فانغا بانهيار برجي التجارة بالولايات المتحدة في العام 2001. التوقع الثاني، قالت الجدة فانغا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد انتخاب أول رئيس أسمر في تاريخها، الأمر الذي حصل فعلا في العام 2008 مع انتخاب باراك أوباما. التوقع الثالث، حذرت فانغا قبل موتها من تصاعد جيش متطرف سيغزو العالم ويعيث فيه الخراب تحت راية الإسلام، الأمر الذي ربطه البعض بظهور داعش خلال أحداث ما عرف بالربيع العربي، علما أن كل المراجع الإسلامية تبرأت من هذا التنظيم وأفعاله. التوقع الرابع، قالت فانغا في أحد تصريحاتها أن أوروبا كما نعرفها ستشهد حالة انسحاب، ما ربطه العالم بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بريكسيت، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. أما التوقع الخامس والأبرز والذي ما زلنا نعيشه في يومنا هذا، فهو توقعها بانتشار فيروس قاتل في العام 2020. توقع انتشار فيروس كورونا أعاد العراف الضريرة إلى الواجهة من جديد، بحيث باتت توقعاتها شغل العالم الشاغل الذي يبحثون عنه على محرك البحث جوجل لمعرفة ماذا تخبئ لنا الأيام المقبلة. سنتحدث عن بعض هذه التوقعات، لا سيما أكثرها غرابة ورعبا، انطلاقا من كونها محط اهتمام الناس لا إيمانا بقول العرافين. التوقعات التي سنسردها مأساوية بأغلبها، إلا أنها تضم خبرا سارا واحدا، وهو أن العالم سيشهد انتهاء آفة الجوع ما بين العام 2025 و2028، الله وحده يعلم. التوقع الثاني، سيشهد العالم ما بين العام 2033 و2045 ذوبان الجليد في الأقطاب، ما سيتسبب في ارتفاع منسوب المحيطات وبالتالي فيضانات كبيرة. التوقع الغريب الثالث، سيتم بناء مدينة كاملة على كوكب الأرض تحت الماء، وسيتم اكتشاف شيء مخيف في خضم البحث عن الكائنات الفضائية. التوقع الرابع، ما بين العام 2262 والعام 2304 سيتمكن البشر من السفر عبر الزمن. مستعدون للتوقعات المريبة الباقية؟ حسنا، في العام 2341 سيصبح كوكب الأرض غير مناسب للحياة البشرية نتيجة عدد من الكوارث، إلا أن البشر سيهربون للعيش في نظام شمسي آخر، وسيشهدون حروباً من نوع آخر. أما التوقع الصدمة، في العام 4302 سيصبح البشر خالدون بعد تعاونهم مع الكائنات الفضائية، وسيتمكنون من الحديث مع الله. هذا ليس كل شيء، فالعالم اليوم مشغول بالتوقعات التي صرحت بها بابا فانغا قبل موتها، والتي تناولت بها العام 2020 بشكل خاص. أنصتوا جيداً، وصفت العرافة هذا العام بالعام الحالك، أي الذي سيشهد أحداثاً مأساوية ضخمة، من مثل الحدث الأول، محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل الكريملين. ليس هذا وحسب، إذ سيتم اغتياله على يد فرد من طاقمه الأمني. الحدث الثاني، موت الرئيس الأمريكي بمرض غامض سيتركه أصماً ولديه ورماً في الدماغ، ما أثار المخاوف حول صحة الرئيس دونالد ترامب كونه الرئيس الأمريكي في هذا العام.
الحدث المرعب الثالث، اندلاع حرب كيميائية قاتلة في القارة الأوروبية إلى جانب انهيار اقتصادي مدمر، ما سيجعل النمر الآسيوي أي الصين على حد تعبيرها قوة اقتصادية عظمى. الحدث الرابع، تسونامي لا مثيل له سيضرب السواحل الآسيوية، بحيث ستفوق أضراره التسونامي الذي ضرب آسيا في العام 2004 والذي خلف أكثر من 220 ألف قتيل. الحدث الخامس، حرب شعواء ستهلك الشرق الأوسط لسنوات. والآن السؤال الذي حير ويحير الجميع، من أين تأتي البلغارية فانغا بتوقعاتها؟ هل هي على اتصال مع مجموعات سرية أو قوى خارقة تكشف لها ما الذي ستشهده البشرية؟ وبعد أن ذاع صيتها في كل أنحاء العالم، خضعت العرافة الضريرة لعدد من الفحوص العلمية والمقابلات، وبحسب العلماء والصحفيين فإن توقعات العرافة تتخطى القدرات البشرية العادية وتتخطى حواسنا الخمسة، لا سيما وأنها كشفت لهم أنه بإمكانها رؤية حياة الفرد كاملة بمجرد لمسه ابتداء من ولادته وحتى مماته، مشبهة ذلك برؤيتها فيلما سينمائيا. هذا وكشفت أيضا أن قدرتها على تنبؤ المستقبل سمحت لها بالتواصل مع العالم الخارجي، موضحة أنها ترى ما يشبه انعكاس ظلال على سطح الماء، وهي التي تكشف لها العديد من الأسرار والمعلومات. بغض النظر عن ما قيل أو ما كتب عن العرافة، ستبقى لغزا دفن معها بعد وفاتها، لغزا يفتح في كل مرة يخرج عراف أو متنبئ إلى العلن ويتحدث عما قد يحصل ويصيب. ولكن ما نؤمن به أصدقائي أن علم المستقبل والغيب وما خفي هو بيد الله تعالى وحده، لذا على الأرجح أن كل ما يتوقعه هؤلاء مصدره قراءات عميقة جدا أو معلومات مسربة من قوى عظمى خفية تسببت بما حصل أو قد تتسبب بما قد يحدث في المستقبل. فما رأيكم أعزائي؟ هل مقالته فانغا ممكن؟ هل هناك قوى خارقة غير مرئية حولنا تتحكم بكل شيء وتعلم كل شيء؟ وهل سنشهد في العام 2020 اغتيالات رؤساء وحربا كيميائية قاتلة؟ العلم عند الله وحده. هذه قصة العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا. لا تنسوا أن تشاركوني آراءكم في التعليقات، وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وأن تشتركوا معنا في هذه القناة.